استقبل الملك لويس فيليب ملك بلجيكا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الملكي ببروكسل. وقد رحب الملك فيليب بالسيد الرئيس خلال زيارته الأولى لبلجيكا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد تشارلي ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بمقر المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للسيد الرئيس إلى بروكسل ومقر الاتحاد الأوروبي، مثمنا العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر، ومؤكدا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دوليا وإقليميا. واختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه بلقاء مع كبرى الشركات البلجيكية. تناول اللقاء عرض فرص زيادة الاستثمار في مصر والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بما يحقق المزيد من فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.